السلام عليكم. حلقة هذا اليوم عن الدور الواعد لأنواع من الطحالب والأعشاب البحرية والتي تقدم على شكل غذاء أو على شكل مكملات غذائية، ودور هذه المركبات في الحفاظ على حيوية وبقاء خلايا الجسم بصحة جيدة وحماية الجسم من مظاهر التقدم في العمر والشيخوخة. قبل أن نبدأ نريد أن نعرف ما هي أهم الآليات البيولوجية التي تساهم بشيخوخة خلايا الجسم. تعد عملية التقدم في العمر والشيخوخة عاملاً مهماً في تطور الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، في حين أن الآليات الدقيقة وراء الشيخوخة ليست مفهومة تماماً، إلا أن هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن هناك العديد من المسارات بما في ذلك مسارات السيرتوينات، وهي بروتينات تشارك في التمثيل الغذائي وفي التأثير على العمليات الخلوية الخاصة بالشيخوخة وانقسام الخلايا والالتهاب ومقاومة الإجهاد. والسيرتوينات موضوعها يذكرنا ب 2018 عندما وجد العلماء بأنها فعالة في المواقف التي يكون فيها خفض لتناول السعرات الحرارية مثل الصيام، ولهذا لخفض السعرات الحرارية أثر إيجابي على شيخوخة الجسد. إضافة إلى السيرتوينات يوجد بروتين آخر له علاقة بظهور مظاهر الشيخوخة يسمى بروتين الكينيز المنشط أو AMPK، يلعب دورا مهما في العديد من العمليات التي لا علاقة في التقدم في العمر والشيخوخة. تمت الإشارة إلى مشاركة الـ AMPK في خفض مظاهر الشيخوخة أيضا أثناء التجارب التي قيدت السعرات الحرارية للمفحوصين، فهو يعزز من عملية الالتهام الذاتي التي يتخلص فيها الجسم من الخلايا الهرمة والتالفة، ويخفض أيضا من عملية الالتهاب التي تعد مظهر سلبي آخر يساهم بالإضرار في الجسم، ويزداد الالتهاب أيضا مع التقدم في العمر. وهناك عوامل بيولوجية أخرى إضافة لكل ذلك تساهم في الشيخوخة مثل عامل النمو الشبيه بالإنسولين وعملية الالتهام الذاتي وغيرها، كلها تلعب أدوار حاسمة في تنظيم عملية التقدم في العمر والشيخوخة. علاوة على ذلك أظهر العلم أن التجارب التي تستهدف هذه المسارات من خلال الوسائل الوراثية أو الغذائية أدت بنتائج واعدة في إطالة العمر وتأخير عملية الشيخوخة. توفر الأعشاب البحرية الغنية بالعناصر الغذائية المختلفة مثل الألياف والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والفيتامينات والمعادن والمركبات النشطة بيولوجيا العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك فوائدها كمواد مضادة للأكسدة ومواد مضادة للالتهاب والسمنة. ومن المثير للاهتمام أن العديد من الدراسات الحديثة أثبتت أن بعض المستخلصات أو المركبات المشتقة من الأعشاب البحرية يمكنها تعديل مسارات وتنظيم وخفض مظاهر الشيخوخة وحتى إطالة العمر في النماذج الحيوانية. الشيخوخة والشيخوخة الخلوية تشير إلى التدهور التدريجي لبنية أعضاء الجسم وتراجع أو فقدان وظيفتها، ويعتبر تقييد السعرات الحرارية وعدم الإكثار من تناول الطعام، والتي تم دراسة هذا الأسلوب منذ ثلاثينات القرن العشرين، أكثر الأنظمة مكافحة للشيخوخة وأكثرها نجاحا. وقد ثبت بأن النهج الأكثر فعالية لإطالة العمر، مما أثار اهتماما متزايدا بفهم الآليات البيولوجية الكامنة وراء تقييد السعرات الحرارية، وقد ثبت بأن النهج الذي يعتمد على تقييد السعرات الحرارية هو من أنجع وأفضل السبل لإطالة العمر. في الثدييات يحدث تراكم للخلايا الهرمة مع التقدم في العمر، ويرتبط ذلك بعدة أمراض منها اعتام عدسة العين والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني. وفي كل مرة تنقسم خلايا الجسم لكي تتجدد أو لكي تتكاثر تفقد هذه الخلايا جزء من بروتين يسمى التوليمير أو التوليميرات، والتوليمير بروتين يوجد في نهاية الكروموسوم، وفي كل مرة تنقسم فيها الخلية أو خلايا الجسم تفقد جزء أو كمية صغيرة من التوليمير، تصبح الكروموسومات أقصر، ومع ذلك تتضرر الكروموسومات وتموت الخلايا. لكن للأسف الشديد في الخلايا السرطانية
لا تصبح التوليميرات أقصر، وقد تصبح أحياناً أطول مع انقسام الخلايا. وفقدان التوليميرات يصاحبه انخفاض في قدرة الجسم على التجدد وعلى قدرة الجسم في تعويض الخلايا المفقودة، فتحدث شيخوخة. يمكن لعوامل الإجهاد المختلفة مثل الضغوط الجينية والضغوط النفسية والأكسدة وتعرض الملوثات أن تسبب التلف للتوليميرات وتدخل الجسم بشيخوخة مبكرة. وللأعشاب والطحالب البحرية دور واعد ومشجع لمحاربة الضغوط المسببة للشيخوخة. يمكن تصنيف الطحالب البحرية إلى طحالب كبيرة متعددة الخلايا وطحالب دقيقة جدا وحيدة الخلية أو مجهرية، وتصنف الأعشاب البحرية التي تنتمي إلى مجموعة الطحالب الكبيرة إلى أيضا طحالب خضراء وطحالب حمراء وطحالب بنية. توجد بشكل شائع في المناطق المدية والمناطق الساحلية، وكما أنها غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والبروتينات والفيتامينات والمعادن، تحتوي الأعشاب البحرية أيضا على أحماض دهنية متعددة غير مشبعة مثل EPA أو DHA، مما يجعلها مصدر رائع لأحماض الأوميجا 3. أظهرت الدراسات أن تناول الأعشاب البحرية يمكن أن يزيد من امتصاص الحديد، ويحتمل أنه يقلل أيضا من خطر الإصابة بمرض السكري. وتعرف الطحالب البنية على وجه الخصوص بمركباتها المعززة للصحة العامة للجسم، وتم إثبات تأثيرات مشتقات الأعشاب البحرية في إطالة العمر وتثبيط الشيخوخة الخلوية في نماذج حيوانية مختلفة. على سبيل المثال، أظهر مركب الفوكوكاسانسين المستخرج من الطحالب البنية أنه يطيل عمر ذبابة الفاكهة السوداء، كما أيضا تم الإبلاغ على أن مركب آخر على أن البورفيران وهو مركب مستخلص من الطحالب الحمراء أيضا يطيل عمر ذبابة الفاكهة، إلى جانب تحسين حيوية الذباب في منتصف العمر. وتشير هذه الدراسات أن مشتقات الأعشاب البحرية مثل البورفيران يمكن أن تزيد من العمر الافتراضي والصحة في بعض الكائنات الحية. بالإضافة إلى ذلك، وجد أن السكريات الموجودة في سكرينا جابونيكا وهي طحالب بنية تزيد بشكل كبير من متوسط عمر ذكور وإناث ذبابة الفاكهة، مع ملاحظة تأثير أكثر وضوحا عند الإناث. أما مركب الفوكيتن وهو مركب طحلبي لديه القدرة على إنقاذ الخلايا من الشيخوخة الطبيعية والشيخوخة الناجمة عن الإجهاد. في دراسة جراها العلماء لوحظ بأن مركب الفوكويدان قلل من الشيخوخة في خلايا الجسم. الطحالب الدقيقة أو المجهرية بعضها يظهر أيضا إمكانية مكافحة الشيخوخة. على سبيل المثال، كلوريلا الشائعة والتي تتوفر كمكمل غذائي في كل مكان تعد طحالب دقيقة خضراء، وقد تبين أن لها تأثير وقائي ضد الإجهاد التأكسدي، وتساهم بحماية DNA الخلية عن طريق منع تقصير طول التوليمير في الخلايا الليفية الجلدية المزروعة والتي تم جمعها من البشر. ونظرا لأن تقصير التوليمير هو علامة كلاسيكية على الشيخوخة الخلوية، فإن هذا الأثر الوقائي لهذا المركب للكلوريلا ولتقصير التوليمير يشير إلى إطالة عمر الخلايا وحمايتها من الإجهاد التأكسدي. ثم أيضا العثور على أن الأعشاب البحرية تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا تظهر خصائص تنشيط السيروتونين الذي يساهم بسلامة وطول عمر الجسم. فقد درس العلماء نوع من الطحالب البحرية البنية الصالحة للأكل تسمى إكلونيا كافا، وتنتشر هذه الطحالب على طول ساحل اليابان وكوريا. وأظهرت الأبحاث أن مستخلص البوليفينول من هذه الطحالب له تأثير إيجابي على تنشيط سيروتونين 1 والMAMPK في الفئران السمينة الناجمة سمنتها عن اتباع نظام غذائي غني بالدهون، مما يعزز من فكرة أن لهذه الطحالب خواص مضادة للشيخوخة، لأن السمنة هي أحد مظاهر الشيخوخة. كذلك أظهرت الدراسات أن الطحالب الحمراء تتمتع بقدرة على تنشيط سيروتونين 1 أو سيروتونين 1 والAMPK، وتم العثور على مستخلص غني بالفينول من طحالب تسمى غراسيلاريا فيراكوس، وهذا نوع من الطحالب الحمراء له قدرة على منع تراكم الدهون، كما أنه يزيد من امتصاص الجلوكوز في الجسم ويعمل على تنشيط الAMPK وسيروتونين، مما يساهم
أيضا في محاربة العمليات البيولوجية التي تسبب الضرر لخلايا الجسم أثناء التقدم في العمر. وقد أظهرت دراسات أخرى أن الفلوروغلوسينول وديكول وهما مادتان كيميائيتان مشتقتان من الكلونيا كافا، من طحالب الكلونيا كافا، لهما قدرة ملحوظة على تعزيز الـ AMPK، كما أن لمركب الفلوروغلوسينول وهو مركب فينولي رئيسي في الإكلونيا كافا له دور هام أيضا في الحفاظ على سلامة خلايا الكبد البشرية. علاوة على ذلك، أدى تناول الفلوروغلوسينول عن طريق الفم إلى تحسين تحمل الجلوكوز بشكل ملحوظ عند فئران التجارب، خصوصا فئران تجارب من الذكور التي تم تغذيتها ببروتين غذائي غني بالدهون. بالإضافة إلى طحالب الكلونيا كافا، تحتوي الطحالب البنية الأخرى أيضا على مركبات نشطة بيولوجيا لديها القدرة على تنشيط الـ AMPK والسيروتونين، وأن مادة الأكتافوليريثول A الموجودة في الطحالب البنية إيشيجي فولياسي في دراسة أجريت على هذا النوع من الطحالب وعلى الفئران المصابة بداء السكري من النوع الثاني، وجد بأن أكتافلوريثول A ينشط أيضا الـ AMPK العضلي وله تأثيرات إيجابية على ارتفاع السكر في الدم، مما أيضا يعزز من فكرة استخدام هذا النوع من المركبات لمحاربة الشيخوخة. تم التعرف على مركب الفوكوكاسنتين كمركب طحلبي له تأثيرات غذائية ضد السمنة والسرطان، ولقد ثبت بأن هذا المركب بالذات يعزز من الـ AMPK ويزيد أيضا من نشاط السيروتونين 1 في خلايا الكبد، وله تأثير إيجابي في تقليل زيادة الوزن والسمنة وتحسين مقاومة الأنسولين وتقليل وزن الجسم والدهون، ويخفف أيضا كذلك من الضرر التأكسدي في الجسم. وتشير هذه الدراسات إلى الإمكانات الواعدة للمركبات النشطة بيولوجيا في الأعشاب البحرية في مكافحة الشيخوخة، سواء على المستوى الخلوي أو مستوى الأنسجة. تلعب عملية الالتهام الذاتي دورا حاسما في الشيخوخة. من بين الأنواع المختلفة من الالتهام الذاتي، وهي الالتهام الذاتي الكلي والالتهام الذاتي الدقيق، ركز العلماء على مسألة على عملية الالتهام الذاتي الكلي، وتعتبر عملية الالتهام عملية حيوية للحفاظ على التوازن الخلوي، لأنها تمكن من تحلل وإعادة تدوير المكونات غير الضرورية أو المختلة داخل خلايا الجسم. ترتبط عملية الالتهام الذاتي ارتباطا وثيقا بمسارات الـ AMPK والسيروتونين، ويلعب بروتين الـ AMPK دورا حاسما في تنظيم عملية الالتهام الذاتي. بالإضافة لذلك، يعتمد أيضا تأثير السيروتونين 1 بإطالة عمر الكائنات على أيضا عملية الالتهام الذاتي. لذلك يساهم تناول الطحالب البحرية بتنشيط عملية الالتهام الذاتي وإبطاء شيخوخة الجسم. إن مركبات الطحالب البحرية سوف يكون لها دور واعد في مكافحة الشيخوخة، سواء على المستوى الخلوي أو مستوى الأنسجة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت هذه المركبات تأثيرات مضادة للسمنة وتأثيرات مضادة للسكري وتأثيرات وقائية للأعصاب، نظرا لأن الشيخوخة ترتبط باضطرابات متعددة مثل السمنة والسكري من النوع الثاني والتدهور المعرفي، فإن التأثيرات الوقائية للمركبات النشطة بيولوجيا المشتقة من الأعشاب البحرية لها أثر إيجابي على الأمراض المختلفة التي تصاحب عملية التقدم بالعمر والشيخوخة. أظهرت بعض المركبات مثل فوكوكاسنسين القدرة على تنظيم مسارات متعددة لمكافحة الشيخوخة، وقد تكون مفيدة ضد الأمراض المرتبطة بالعمر مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض التنكسية العصبية، فضلا عن قدرتها في إطالة العمر. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على المتابعة، مع السلامة.